خلال 48 دقيقة الأولى من الشوط الأول كنا جد مركزين، كنا ممتازين رغم تلاقينا ضربة جزاء، لكن كنا يعني كل واحد يلعب في منصبه، كنا محافظين على الكتلة الدفاعية، لكن يعني آخر الشوط الأول تلقينا هدفين كانوا هم اللي أثروا على النتيجة. النصر فريق كبير وبين أرضه وبين جمهوره، لكن إحنا ما كنا في يومنا أبدا، يعني أشياء غريبة تصير جوا الملعب. مبروك يا كابتن، الحمد لله، سوبر هاتريك، صدر الملعب، تعال عطنا فينتي. نرحب فيك كابتن. لا على السريع كلمة واحدة، سوبر هاتريك يعني طلع بس كلمة، كلمتين، ما راح نطول، كلمتين بس. طلع النادي، يلا صور يلا.